من مدينة إفران، واستجابة لدعوة السدة العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، خرجت ساكنة مدينة إفران لصلاة الاستسقاء هنا بأحد مساجد هذه المدينة التي تعيش على التساقطات المطرية والثلجية، لأننا نعلم بأن مدينة إفران وبدون أمطار بدون ثلوج فهي مدينة سياحية في حاجة ماسة إلى هذه الأمطار. خروج ساكنة مدينة إفران كانوا مسبوقين بأطفال صغار، هم كذلك استجابوا لهذا النداء الملكي. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما كتشوفوا اليوم يعني كنأديو صلاة الاستسقاء اللي نادى بها سيدنا الله ينصره، وكما كتشوفوا أن يعني بعد ما انحبس المطار وجف يعني جف المطار لابد أنه باش يعني تقام صلاة الاستسقاء، وهذه سنة دأبت عليها يعني الأمة الإسلامية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تيديرها كلما انحبس المطر. وبعد يعني الدعوة ديال صاحب الجلالة نصره الله أنه باش تقام هذه الصلاة هذه، اليوم كنشوفوا أنها كدار صلاة الاستسقاء مدينة إفران وتحت رئاسة السيد العامل ديال الإقليم، وواحد مجموعة ديال المنتخبين، مجموعة ديال الفاعلين، مجموعة ديال رؤساء المصالح الخارجية اللي اليوم كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يغيثنا بالمطر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الصلاة هذه منا ومن الناس كاملين اللي صلوا، وهاد الأطفال الصغار اللي يعني هزوا الاكف الضرع ديالهم الله سبحانه وتعالى باش انه يغيثنا، ونتمنوا ان شاء الله سقوط المطر في القادم، لان كما كتعرفوا البلاد ديالنا يعني الا ما المنطقه ديالنا كامله والمغرب كامل الا ما كانش المطر يعني راه ما كاين والو، وهذا هو اللي كنتمنوا ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى يستجب الدعاء ديالنا والدعاء ديال الناس اللي حضروا لهذه الصلاه هذه باش يطيح المطر. وكتعرفوا المنطقه ديال إفران الا ما كانش الشتاء ما كانش الثلج يعني منطقه كتبقى يعني بدون هويه ديالها الصحيحه اللي هي الثلج اللي تعطيه واحد الجماليه وواحد يعني الرونق، وهذا الشيء ان شاء الله نتمناه في الايام المقبله اننا ان شاء الله يغيثنا الله سبحانه وتعالى بالثلوج والامطار ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا. آجلا لا آجلا بجودك ومنك وكرمك يا آمين. اللهم تقبل منا، اللهم تقبلنا عندك، واجعلنا من المقبولين. آمين. ربنا اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم كن له وليا ونصيرا ومهينا وظهيرا، اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، اللهم احفظه في ولي العهد وفي أسرته، إنك على ما تشاء قدير، وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم أموات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، آمين آمين. والسلام على المرسلين.